وبالعودة إلى التطورات الميدانية في السودان، ينضم إلينا من الخرطوم الصحفي السوداني محمد الطيب. محمد، أهلا بك. قبل ساعات من بدء سريان الهدنة أو وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين في الخرطوم، كيف يبدو المشهد الميداني لديكم في السودان، بالإضافة إلى المسارات الأمنة التي أعلن أنها سيتم أو ينبغي احترامها وفقا لهذا الاتفاق؟ هل تم الإعلان عن خريطة واضحة لهذه المسارات لكي يتمكن المدنيون من التحرك بحرية؟ مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. بالفعل تفصلنا ساعتين بالضبط على بدء سريان هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ بإذن الله. الأوضاع الآن تبدو هادئة بعد اشتداد المعارك عسكريا، يعني شهدنا يوما ساخنا منذ ساعات الصباح الأولى، ولكن الآن الأجواء تبدو هادئة، ولكن هناك ترقب حذر، يعني بعد الارتياح الذي يعني شعر به الشارع السوداني ربما تخلله بعض الإحباط بالمواجهات العنيفة التي اشتدت اليوم. بالنسبة لسؤالك عن المسارات الآمنة، لم ترد حتى الآن يعني خريطة معينة أو مسارات بأسامي لشوارع معينة، لأن يعني هذا ما كان يناشد به منظمات المجتمع المدني منذ اندلاع هذه الأزمة، ولكن يعني في كلمة مندوب السودان لدى الأمم المتحدة قبل قليل أعلن عن أن هناك تنسيق ربما يجري على الأرض لتسمية هذه المسارات، ولكن حتى الآن لم يعلن. ربما في الساعات القادمة بعد إعلان يعني أو دخول حيز التنفيذ ربما يتم الإعلان عنها، لأن من الواضح أن هناك تنسيق مسبق يجري لدخول المساعدات إلى ولاية الخرطوم التي تعاني كثيرا. يعني إنسانيا نتحدث عن القطاع الصحي، ربما هو الأكثر حوجة لإعلان هذه المسارات حتى يتمكن الكادر الطبي من التنقل من وإلى المرافق الصحية، وأيضا إيصال الإمداد الدوائي لهذه المستشفيات التي توقف حوالي 70% منها. نحن نتحدث عن 69 مستشفى متوقفة عن العمل من أصل 89. ربما الساعات القادمة تحمل الكثير، ويترقب الشارع السوداني مدى التزام عن الطرفين بهذه الهدنة ووقف إطلاق النار قصير الأمد. مدى الالتزام ربما أيضا يعني هذه الهدنة تختلف عن سابقاتها بأن آليات الرقابة التي تم الإعلان عنها ربما تطمئن نوعا ما الشارع السوداني ممن يرغب في مغادرة الخرطوم أو ممن يرغب في البقاء لتحريك عجلة الحياة بعودة تدريجية للخدمات الإنسانية، يعني هنا الخدمات الكهرباء والمياه من قليل الأحياء التي انقطع عنها هذا الإمداد منذ اندلاع هذه الأزمة. شكرا جزيلا لك من الخرطوم الصحفي السوداني محمد الطيب.